اجى موزع الجرايد اليوم؟ لا لسه ما اجى. العمى بقلبه، ايش وصل له؟ ليش تاخر كل هالقد؟ لا تاخر ولا شيء، بس انت بصلتك محروقه، شو قصتك متلهف على قرايه الجرايد اليوم؟ هلا بدي ضل افتي وعيد، كم مره قلت لك انهم عملوا معي مقابله وصوروني واليوم بدهم ينشروها؟ وعملوا معك المقابله إلك لوحدك؟ لا مو لوحدي، مع كل رؤساء الاقسام ومع الاستاذ طارق رئيس الشركه كمان. ها اجا يمكن. صباح الخير استاذ لزوم. صباح الخيرات، ليش تاخرت كل هالقد؟ مو بايدي استاذ، زحمه مواصلات. هات الجريده لشوف. بدك البعث ولا الثوره؟ لا هي ولا هي، بدي جريده تشرين. يلي نشرين فيها تشكيل وزاره؟ لك شو بيعرفني؟ يلي فيها مقابلتي. على عيني. تفضل استاذ. يسلم ايدياتك. العمى ناشرين المقابلة بس مو ناشرين صورتي؟ العمى على الحظ المسخم، الكل ناشرين صورهم مع داي سمير وفريد وعبد الحميد وناصر وطارق إلا أنا. بدي أخرب بيته لهذا مصور الجريدة، يخرب بيته ما أخبار أنا بفرجي. طول بالك بجوز نسيو. ألو سيد لامح، مرحبا، أنا غزوان رئيس قسم الأرشيف والتطوير بالشركة. بالله شو عرفتني هلأ بس؟ وليش ما عرفتني قبل ما تطير صورتي من الجريدة؟ صدقني يا أستاذ أنا ما دخلني، أنا أعطيت صورة لرئيس التحرير وهو اللي تصرف. وليش ما حط صورتي؟ والله ما بعرف، بس على ما يبدو ما عاد في محل بالصفحة. لك شلون ما له محل؟ شلون؟ هلا كل هالحكي الفاضي اللي بالجريده وصورها الدعايات في إلهم محل وصورتي ما لها محل؟ لا استاذ خلص لا تزعل، اكيد بنعوض لك اياها المره الجايه. لك روح عنا يا، سمعت من هالكلام كثير، بس شو بده يحكي الواحد؟ يا حوينة كروز الدخان يلي اعطيتك اياه، ايه؟ ايه طبعا، الله معك، مع السلامه. الدخان اللي اخذت له يا وطني ولا اجنبي؟ لا وطني. لو كان اجنبي كان مش الحال. ولك انا يلي حارق قلبي يا بهيره انه كل رئيس قسم عنا بالشركه متصور مع مسؤول مهم شكل ومبروز الصوره وصامده فوق راسه بالمكتب الا انا، شو بجي برطله؟ بجي برطله شو بدي اجيب له يعني؟ صباح الخير استاذ غزوان. صباح الخيرات. تفضل اي احلى فنجان قهوه. يسلم ايدياتك. حمدو بدي اسالك. تفضل استاذ. مو حرام هالبرواز يكون فاضي؟ بس ولا يهمك، وحياتك رح مليه باحلى صوره وبكره بتشوف. بيطلع لك استاذ بيطلع لك، ليش شو ناقصك حضرتك؟ الله وكيلك يا استاذ، الاستاذ سمير خلاني امسح صورته مع رئيس المفتشين 3 مرات، قال شو؟ خايف عليها تتغبر. معلوم يا عمي، بده اياها تلمع على اساس شوفوني ما احلاني. لا والأنكى من هيك الأستاذ فريد، قال شو؟ بده يركب لمبات صغيرة حوالين الصورة المتصورة مع رئيس البلدية. لكن مشان ينور عليها، الله يعمي قلبه شو بيحب يمسح جوخ. لكن الأستاذ عبد الحميد قال بده يكبر صورته مع رئيس الشرطة، هيك سمعته عم بيقول. بالله شو؟ مشان يخوفنا يعني؟ خذ مني رئيس الشرطة، لا بيعرفه ولا بعمره سمع باسمه، بس هو دحش حاله دحش بالصورة وتصور معه. بس أستاذ النهفة النهفة الأستاذ ناصر. الأستاذ ناصر مو متصور مع المدير العام معلق صورته وراء على المكتب، قال بده يغير محل الصورة. لك بس بس سمت لي بدني، الله يسم بدنك انت الثاني. تأمر شيء أستاذ؟ لا ما بدي شيء. يعطيك العافية أستاذ غزوان. أهلين أمري. إذا سمحت عندكم اجتماع مع الأستاذ طارق بعد نص ساعة. مثل ما بتعرفوا يا أساتذة انه زيارة سيادة الوزير المفاجئة لشركتنا بعد يومين رح تكون في غاية الأهمية، وخصوصا انه هي اول زيارة للشركة بعهده الميمون. يعني سيادته بلحمه وشحمه رح يزور شركتنا؟ طبعا بشحمه ولحمه بعظمه يعني. استاذ وشو هي الاقسام اللي بده يتفقدها سيادة الوزير؟ كل الاقسام،
لأنه سيادة الوزير بيحب يطلع على كل شاردة وواردة بنفسه. وأكيد في غدا بعد الزيارة، مو هيك أستاذ؟ إي طبعاً. شو قالوا لك عنا ما منفهم بالواجب؟ رح نغديه ونحليه كمان. سيدي أنا بقترح ناخد معه صورة تذكارية مشان ما ننسى هالزيارة أبداً. إي أكيد أكيد، والمصور حيضل معنا طوال الوقت. غزوان وصل لمصور السيد لامع. خليه يدخل فورا. حاضر استاذ. مرحبا استاذ. عرفت ليش بعت وراك يا لامع؟ ايه طبعا استاذ بعرف. سيادة الوزير جاي بكره وانا رح كون موجود هون مشان غطي الخبر بالصور. حلو كتير، ولا تنسى انه هاي فرصة العمر بالنسبة لي. ها لا يا استاذ، لا شو عم تحكي، وحياتك يا استاذنا لحتى اخذ لك احلى لقطة. عظيم، وهالمرة رح يوصلك مني كروز اجنبي وقنينة عطر كمان. خلص خلص ايه. يعني بدون ما تحكي استاذ، اعتبر انه صورة حضرتك مع الوزير صارت بقلب البرواز وملونة كمان. طيب وشو بتنصحني اعمل مشان الصورة استاذ؟ في يعني شغلة مهمة كتير، وقت اللي بيجي وقت الصورة حضرتك حاول تضحش تحاش هيك لناح السيد الوزير، وإذا هيك إجا كتفك بلزق كتفه بتكون لقطة فوتوغرافية بتجنن. ويا ترى لازم ابتسم ولا لازم يكون وشي جدي؟ لك لا استاذ شو جدي؟ طبعاً لازم تبتسم مشان الناس لما يشوفوا الصورة يعرفوا إنه حضرتك مبسوط بالزيارة هيك يعني. بهيرة أنا أحلى وقفة واقفة مع الوزير هيك مثلا، ولا هيك ولا هيك هيك هيك. شو بيعرفني ليكو على السؤال ليكو؟ لك فصاعة فصاعة أخبتك يا بهيرة. لك مشتهي مرة أسألك سؤال واحد وتجاوبيني عليه، دائما على قولي ما بعرف. شو بيعرفني ما بعرف. سألنا هذا الوزير يا ترى انه احسن وقف هون على يمينه على يساره ما بعرف شو هون ولا على هون بعرف شو انا احسن. هو لازم الزق فيه لزق هيك وقف عندك. ونشكركم يا سيادة الوزير على هذه الزيارة المفيدة، وسوف تكون اقتراحاتكم نبراساً وملاحظاتكم أوامر، وأتمنى من كل قلبي أن تتكرر هذه الزيارة التي سنسجلها في تاريخ شركتنا بمداد من ذهب. والآن اسمحوا لنا يا سيادة الوزير أن نفوز معكم بصورة تذكارية سوف نعلقها في قلوبنا وليس على الجدران. تفضل تفضل.
ما بيصير يا شباب، لا تدافعوا شوي شوي، لا تاخذوا سياده الوزير، كلهم قد يكونوا قريبين منك بالصوره. لك العمى بقلبك شو صار بالصوره؟ يعني لو كنت عم ترسم رسم كانت خلصت. لا سيدنا خلصت خلصت، بس شو ما طلعت بالصوره يعني؟ لا يا استاذ شو عم تحكي، شلون ما طلعت؟ طلعت وما شاء الله وكان عليك، بس يعني في مشكله صغيره. لك شو هالمشكله بقى؟ فهمني خلصني. استاذ غزوان خلص، بكره بجيب لكم الصوره بتشوفوها. ماشي استاذ، مع السلامه. يلا معك. شو الله لا يعطيك عافية، فوق تعبك وكسر ايديك الهي على هالصورة. لك ويني انا؟ استاذ شو ويني انا؟ هي انتو هون، هي حضرتكم، يعني هي عين وحدة، اذن وحدة، نص من خارك، نص شواربة. لك بس يعني ما قدرت تطالع غير نصي بالصورة؟ لا ويا ريت نصي اقل. شوف شلون ايدي طايرة، العمى تقول مقطوعة مو هيك؟ يا استاذ الله يسامحك، يعني انا شو ذنبي؟ يعني انتوا وقفتوا على جنب فالعدسه ما اخذتكم. ولك ياخذك عزرائيل الهي، عزرائيل ياخذك. انا وقفت على جنب ولا هذا الحيوان اللي دفشني وكان راح يجيب اخرتي هو اللي خلاني واقف هالوقفه؟ المهم استاذ نهايته، يعني هلا في كروز دخان وعطر ولا ما في؟ والله انت ما بتستاهل ربع كروز وما راح اعطيك اياه كمان، يخرب بيتك، روحت علي فرصه تاريخيه. لك روح من وشي هلا، روح. العمى بقلبك شو بليد؟ بليد؟ بريد؟ روح. ادخل. استاذ هاي معامله للسيد محمد زنبوعة. محمد زنبوعة؟ اهلكنا هذا. استاذ هاي مو صوره مديرنا مع سياده الوزير؟ صحيح، بس يا حزرك انا وين؟ حضرتك مالك موجود. شلون مالي موجود بقى؟ وهذا مين؟ هاد مين هذا كان؟ ايه لا تواخذني، صدقني ما عرفتك. روحي من وشي هلا، روحي. قال ما عرفني، قال مع اني مبين مثل عين الشمس. هاتي ما عرفتك. ايش عمي؟ اهلين حمدو. استاذ اهلين وسهلين. استاذ بس هي بدها توقيع. يا عيني ان شاء الله الف مبروك الصوره استاذ. الله يبارك فيك. شفت الاستاذ طارق وسمير وفريد وعبد الحميد وناصر معلقين وراهم بالمكتب استاذ. اوف 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 اوف، لحقوا يصمتوها كمان. ايه لحقوا. ممكن اشوف الصوره استاذ؟ ايه تفضل. ان شاء الله الف مبروك، والله فرحت لك من كذا. الله يبارك فيك. بس وينك بالصوره استاذ؟ شلون ويني؟ ليكني طرف الصوره، شفتني؟ ايه والله، ايه صحيح، بس صدقني ما شفتك اول مره، يعني ليش هيك طالع كأنه ناشرينك بالمنشار؟ ناشريني بالمنشار؟ ولك يخرب بيتك على هالملافظ البشعة، روح تيسر من وشي، روح شوف شغلك، روح. تأمر شي استاذ؟ روح. يخرب بيتك، والله كان لازم تطلع أحلى. ماشي الحال، بدي حطها بالبرواز شو ما كانت تكون. ما فهمت عليك، على شو انت عم تورجيني هلا؟ صورتي مع الوزير. صورتك؟ وينك انت؟ مالك مبين؟ ويني انا؟ ولك صار لي متجوزك 20 سنة وقاعد بخلقتك وما عرفتيني. شلون بدي اعرفك اذا مالك اثر بالصورة كلها؟ مالي اثر؟ وهذا مين ولك؟ هالراس لمين؟ وهالعين هي لمين؟ نص هالمنخار لمين؟ نص هالدقن لمين؟ نص هالرقبة لمين؟ لمين هدول؟ هلا بدك تقنعني انه نص هالزلمة انت؟ لكن انا مين وهذا كان؟ بصراحة مالي مصدقة. شلون مالك مصدقة؟ كل هالملامح ما لازم يكون لها صاحب؟ انا صاحبها. هلا شلون يعني؟ ولك يعدموني اياك يا حق، يعدموني اياك. مرتي، لك مرتي اللي صار لي بخلقتها 20 سنة ما عرفتني بالصورة. يا استاذ الله يخليك، انا شو ذنبي؟ خلص ان شاء الله سيد الوزير بيجي مره ثانيه على الشركه، والله يصلح غلطتي. اعيش يا قديش لينبت الحشيش، وبخاف اذا اجى الوزير مره ثانيه يجي شي واحد هيك مثل البغل ويدفشني. طيب استاذ
شو رأيك زبط لك شي صورة طالعك فيها عم تتعشى أنت والسيد الوزير لحالكم؟ ليش هالشي بيصير؟ طبعا بصير أستاذ، ليش لحتى ما يصير؟ يعني أنا مثلا بشيل صورة السيد الوزير المطرح وصورتك مطرح تاني وهيك بلزقوا مع بعض وبيمشي الحال، بتطلع حلوة كتير. لا أنت هالمرة ناوي تخرب بيتي على المزبوط. طيب أستاذ غزوان، يعني هلأ بدي أقول لك شغلة، ما في قدامنا إلا حل واحد. وشو هو؟ رح صورك مرة تانية بالطول الكامل محل ما تصورت مع السيد الوزير، وباخذ نصك من الصورة الجديدة مع نصك بالصورة القديمة وبلزقوا مع بعض بتطلع مزبوط. قلتك بتزبط؟ إيه طبعا بتزبط أستاذ، أنا بزبط أبوها ما تاكل هم أبدا. بدي منك نفس الوقفة اللي كنت واقف فيها تماما هيك ونفس التطليعة الحلوة وهالابتسامة الرقيقة. جاهز؟ ماشي حال جاهز. يلا تفضل استاذ، خذ وضعك. لا استاذ يلا ها جاهز حالك. ايوه لا ميل شوي استاذ، لا لتحت لتحت. اي بالعكس بالعكس. ايوه ابتسم استاذ بالعكس. خلي خلي واحدة ثانية استاذ، ابتسم. ايوه ابتسامة اعرف. ايوه اي غزوان شو صار لك؟ صرت طالب المصور من الصبح لهلا 5 مرات، طول بالك هلا بيجيب لك الصورة. مشتاق لها يا بهيرة، مشتاق لها. غريب ما حدا عم يرد بالاستوديو. بيكون على الطريق. وإذا تأخر يعني شوي خربت الدنيا. ها إجا. شلوني معك استاذ؟ شرف. هيك ها؟ هلا أنت عيني فعلا شي بيرفع الراس. يا بهيرة. إيه جاية. تعال شوف يا الصورة محلاها. لا تقولي ما عرفتيني، شوفي. هذا بدأ. هلا بينت. ماشي استاذ، بتقبل شيء ثاني؟ لا ولا يهمك، وبكره متحاسب. استاذ كروس كامل واجنبي. لا ولا يهمك اجنبي. تسلم لي يا استاذ. سلام عليكم. مع السلامة. وشو رح تعمل بهالصورة؟ يا ستي هي رح اعمل لها برواز واصمتها بافضل مكان عندي وجاك فيه الحساد. ايه تتهنى. أهلين وسهلين. تفضل. الله يرضى عليك، بدي منك أحلى برواز مشان بروي صورتي مع سيد وزير. شوف هذا أنا. يا على عيني وراسي. الله يخليك. شو رأيك بهذا؟ لا خفيف هاد، بدي أحسن أحسن. طيب هذا شو رأيك فيه؟ أتقل أتقل، بدي أتقل. لك هذا السيد الوزير يا رجل، مو مسخرة. الله يرضى عليك. هلا هي. طيب هاد شو رأيك فيه؟ ايه هاد معقول، ذهبي. لأنه الذهبي بده ذهبي، ما هيك؟ طبعا. الله يخلي لي اياك، بس بدي اياك تستعجل لي قد ما فيك فيه. يا على عيني وراسي. الله يرضى عليك. على عيني وراسي. شكرا. تكرم استاذ. الله يكرمك. اخبار الصباح اخبار الصباح، تعديل وزاري تعديل وزاري، لقاء القبض على وزيرين. اخبار الصباح اخبار الصباح، تعديل وزاري تعديل وزاري. العمى طار الوزير. اي مو بس طار وزيرنا يا استاذ غزوان، قلتلك كمان انه بدون يحكوا لانه مدري شو لاهيط. ومو بس هيك، كمان مديرنا الاستاذ طارق كمان بده يطير لانه محسوب على الوزير القديم. الو. مرحبا استاذ. نعم. هون محل براويز. لك امور شو بدك؟ صرت مخبركم اكثر من مره مشان تيجي تاخذوا البرواز والصوره.
نعم؟ لك انت عن شو عم تحكي؟ عن شو عم تحكي؟ انا مالي عندك لا برواز ولا صورة. شلون مالك عندي؟ ما انت بنفسك جيت طلبت مني برواز لصورتك انت والوزير ودهبي كمان. ولك حبيبي انا مالي عندك شيء، والصورة يلي عندك مو صورتي، انت عم تتبلاني ها؟ بقى الاقي لك واحد تاني وتسلف فيه. الله معك، مع السلامة. تفضل استاذ. يسلم ضياتك حمدو. وديك. شو وصلت له قهوة لمديرنا الجديد؟ وصلت له. بس يا لطيف يا استاذ، يا لطيف شو وشه ناشف بقطع رزق. لا عم. اي والله. الله يجيرنا مما هو اعظم. دبرنا بشي استاذ؟ لا سلامتك، الله معك. مرحبا. ولك يخرب بيتك، شو جابك انت لهون؟ انا شو جابني لهون؟ قسما بالله 100 مرة تلفنت لك وحضرتك ما ترد علي. انا بس بدي افهم انه هالصورة الك ولا مو الك؟ اخي الي الي. هات لهون العنها، خود مسيك. وينك؟ لبقت تورجيني خلقتك منوك، فهمت؟ لبقت تجي لهون على الاطلاق. حاضر. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. المدير الجديد استاذ عبد الحسيب بده اياكم فورا. ايه على عيني، ليش لا؟ ادخل. الف مبروك يا سيدنا، الف مبروك على الاداره. الحقيقه نحن من زمان هلا تركي انه المقدمات. يا حاضر سيدي. بلا المقدمات هلا. اللي هذا اللي بالصوره بتعرف مين؟ هذا ايه نعم سيدي بعرفه، هذا فريد رئيس قسم الانتاج. ايوه. الو يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على المنطقة الشمالية باسم الاستاذ فريد. وصورة مين هي؟ استاذ، هي صورة الاستاذ سمير. يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على البادية للاستاذ سمير. ايوه. وهي صورة مين؟ هاب. هي صورة عبد الحميد سيدي. ايوه. يا شعبان، كمان بتعمل لي قرار نقل على المنطقة الشرقية باسم الأستاذ عبد الحميد. وهي صورة مين؟ سيدي هي صورة مديرنا السابق. سيدي هذا كان من زلم الوزير المرتكب. بعرف بعرف، اطمن. هلا اتقلع وصار ببيته. وهي صورة مين؟ هاي صورة الأستاذ ناصر مدير المستودعات. هذا بننقله على الأرشيف القديم. سيدي بيستاهل بيستاهل، لأنه كان عم يسرح ويمرح أيام مديرنا المخلوع. ماشي، أنت يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. دخلك؟ نعم سيدي. وهذا المقطوش هون مين؟ سألتك مين شباب؟ والله صدقوني ما عرفته منيح. بس أنا لازم أعرفه. سيدي ما بيستاهل تشغلوا حالكم فيه، ما بيستاهل. وليش ما بيستاهل بقى؟ لأنه بصراحة سيدي هذا نص زلمة ما بينخاف منه. نص زلمة؟ ها؟ لك فعلا فعلا نص زلمة، هي عجبتني منها، فعلا نص زلمة. شو؟ Ha ha ha.
هه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 ه